اهلا بيكم في درس جديد. درسنا دايما سهل ولذيذ، في الصيف بالذات بنحب نعمل اكلات تكون خفيفه بس تفتح النفس. من اكتر الاكلات اللي بتفتح النفس وكلنا بنحبها المكرونات. النهارده اخترت لكم طريقه مكرونه بالتونه بالصوص الاحمر، جميله جدا. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي حله على النار، حاطه فيها ميه عشان اسلق المكرونه. هحط فيها حوالي معلقه كبيره من الملح. هنزل بكيس مكرونه، يبقى الوصفه بتاعتنا هنستخدم فيها كيس من المكرونه. اول ما بنحط المكرونه بنقلب تقليبه بسيطه، ما نفضلش نقلب فيها كتير عشان ما تخرجش النشا اللي فيها. وهنسيبها كل دقيقتين هناخدها تقليبه، هي ما بتقعدش اكتر من 8 دقائق حسب التعليمات اللي مكتوبه على الكيس، بنمشي عليها بالظبط. في طاسه تانيه بقى على النار هنعمل خلطه لذيذه قوي، هقول لكم عليها لما الطاسه تسخن. احنا اول حاجه احنا بنعمل مكرونه بالتونه بالصلصه الحمراء والتونه. جبت كيس مكرونه وعندي علبتين من التونه، كميه التونه نقدر نكتر او نقلل حسب رغبتنا. عندي كيلو من الطماطم مش مبشوره ولا مضروبه في كبه او خلاط، هي متقطعه رفيع جدا، تقطيعات رفيعه. عندي بصلتين كبار متقطعين جوانح، فلفل الوان بس المهم لازم فلفل اخضر، عايزين نستغنى عن الفلفل الالوان والفلفل الحامي نستغنى، بس الاخضر هو يعني بيدي الوصفه طعم حلو قوي. عندنا بقى منكهاتنا، الملح والفلفل الاسود، السكر، البابريكا، الزعتر والثوم. الطاسه عندنا هنا سخنت، هنزل بحوالي 4 معالق من زيت الزيتون، وهنزل بكميه البصل. انا طبعا هنا ما بحاولش اسخن الطاسه قوي عشان زيت الزيتون عايزاه ينزل يسخن بس ما يسخنش قوي، يبقى يا دوب دافي. حتى لما حطينا فيه البصل ما عملش صوت جامد زي لما بنبقى مسخنين زيت قوي دايما ونحط فيه بصله. احنا مش عايزين ندبل البصله، احنا هنشوحها لحد لما تفوح لها الريحه العطريه الجميله وهي لسه البصله مش مصحصحه وبنفس الشكل ده. البصله طلعت احلى ريحه عندها، هننزل بالفلفل الاخضر. لو انتوا حابين تبقى حاميه قوي هنزل في نفس الوقت ده بالفلفل الحامي، لو حابينها تبقى الحميان خفيف يبقى نخلي الفلفل ننزل بيه مع بقيه الحاجه. اول ما الدنيا تسخن هروح نازله باربع فصوص ثوم متقطعين شرايح رفيعه وهقلب. انا مش هحمر الثوم، انا كل ده بعمل تشويحه بسيطه بس تخلي الحاجات اللي احنا حاطينها تاخد النكهه الجميله بتاعت زيت الزيتون. على فكره الوصفه دي اللي مش عاوز يعملها بزيت زيتون وعاوز يعملها بزيت عباد بتبقى حلوه جدا. كيلو الطماطم المتقطعه هنحطه في المرحله دي، مش هحط الفلفل عشان ما يبوظش لون الطماطم. المرحله دي بنحط فيها الملح والسكر. كيلو الطماطم في تسبيكه المكرونات بيبقى حلو قوي عليه معلقه صغيره من الملح، وبرضو ارجع واقول الملح ده حسب الرغبه. هنيجي بقى للسكر علشان نعادل الحموضه اللي في الطماطم، هنحط معلقه من السكر، مليانه معلقه صغيره مليانه من السكر. بعد ما الطماطم اخدت درجه الحراره المناسبه وبدات تغلي، يعني عدى حوالي من 3 لـ5 دقائق على حسب قوه النار عندنا، هحط عليها معلقتين كبار من الكاتشب، معلقه كبيره من البابريكا، عصير ليمونه. ما عندكوش فكره الوصفه دي عصير الليمونه فيها بيخليها رائعه ازاي، لان هي مأكولات بحريه تعتبر. يبقى احنا هنا مكوناتنا اللي حطيناها كانت ايه؟ كانت بصله شوحناها بس فاحت ريحتها، نزلنا عليها بالفلفل الاخضر، اول ما سخن نزلنا بالثوم المتقطع شرايح، كان تقريبا سمرتين صغيرين فلفل اخضر، 4 فصوص ثوم. نزلنا بعد كده بالطماطم، سيبناها على النار كام دقيقة، بدأت الطماطم تسخن وتتسبك شوية، حطينا الكاتشب، حطينا البابريكا، حطينا عصير الليمون. هنحط الفلفل الأسود نص معلقة لمعلقة إلا ربع على حسب الرغبة برضو. وهنقلب. مش قادرة أوصف لكم الريحة حلوة إزاي. واحنا مش هننسى ان احنا حاطين المكرونه هنا، هناخدها برده تقليبه. هنزل بقى دلوقتي بالفلفل الالوان، اصفر والاحمر والفلفل الحين.
بصوا الالوان حلوه ازاي، احنا مش عايزين نفقد حلاوه الالوان ديت. اتسبكت عندي وممكن بقى ازودها، هزودها بشويه ميه، لا هنزودها بشويه من ميه سلق المكرونه، مناسب جدا ان احنا نحط الزعتر تقريبا معلقه صغيره. بصوا بقى في حاجه بتدي طعم حلو قوي، ان احنا نروح حاطين بعد ما كله استوى معلقه زيت زيتون تاني من على الوش، رشه خفيفه كده، يعني ممكن نقلل اللي في الاول. المفروض كان حط حوالي 4 معالق، انا حطيت حوالي 3، ما حطيتش 4 بالامانه علشان اخلي المعلقه الاخيره دي. هناخد بقى التونه اخر حاجه، يستحسن لما نشتري التونه نجيب تونه قطعه واحده، ويا ريت نجيب اللي بتبقى في محلول ملحي افضل من اللي في محلول زيت، ونصفيها سواء بقى بمحلول ملحي او بزيت. هحط التونه، انا مش عايزه اضيع التونه، انا بس عايزه اكسرها كده ونعلي النار. لما نحط التونه بلاش نخلي النار واطيه، نخلي النار عاليه. بصوا انا مش قادره اوصف لكم جمال الريحه، حلوه جدا. المكرونه بتاعتنا استوت حلو ومش معجنه. اختاروا نوع مكرونه كويس وتابعوا طريقه السلق اللي مكتوبه على الكيس، هتطلع معاكم جميله. هنقلب بقى، المنظر روعه والريحه روعه بصراحه. لو حسينا انها محتاجه الصوص يخف شويه ناخد شويه كمان من ميه سلق المكرونه، بس انا حاسه كده هي حلوه جدا. هي طبعا في الاول انتوا شايفينها بيضه، بس لما بنجيب من تحت كويس بتلاقوا بقى يبدا يظهر اللون الاحمر. وبعدين في حاجه، احنا حاطين كميه طماطم كافيه، فحتى بقى لو اللون فاتح ما نكملش بصلصه، يعني حلاوه الاكله دي انها من غير صلصه، انها بحاجه فريش. رشه بقدونس او كزبره خضراء هتدي لون حلو، رشه خفيفه قوي بس نكسر اللون. في حاجه بقى بتعزز الطعم جدا، الليمونه اللي احنا عصرناها قبل ما نعصرها نبشرها، وناخد من البشر بتاعها ده بس ما ناخدش الابيض، ونرش كده على الوش. البشر ده بيدي نكهة، الزيوت العطرية كلها فيه نكهته رائعة. في أسرع أو أسهل من كده وصفة؟ الطعم والريحة يجننوا، والسهولة والسرعة، يعني هي تقريبا كل الأكل على بعض بنعملها في تلت ساعة. كيس مكرونة، كيلو طماطم، بنحط عليهم ملح، فلفل، زعتر، بابريكا، كاتشب، سكر، حاجات بسيطة جدا. وبشر الليمونه مع الليمونه مع الخضروات اللي احنا حطيناها بيعزز الطعم. علشان الوصفه دي تنجح معانا المفروض ان احنا ما بنحطش كل حاجه الا لما ترجع طاسه تسخن. حطينا البصل في الاول، ما شوحناهوش قوي، زيوته العطريه فاحت، حطينا الفلفل والتومه، اول ما الدنيا تسخن نروح نازلين بالطماطم. الطماطم بقى ما نحطش عليها حاجه على طول علشان لونها ما يغيرش، نستنى عليها بتاع 3 4 دقايق، وبعد كده اهوت هننزل عليها بقى بالملح، هننزل عليها ممكن بالسكر، بس ما نحطش الفلفل ولا الزعتر. لما تتقلب مع بعض وتتسبك شويه هننزل بالفلفل الالوان والفلفل الحامي، وبعد كده اهوت هنروح حاطين الزعتر. وما تنسوش ان الكاتشب بيحليها جدا، حطوا معاها معلقتين كبار حلوين كاتشب، وما تحطوش صلصه حتى لو طلعت فاتحه، برده ما تحطوش صلصه. لو عجبتكم وصفتي جربوها، قد ايه سهله وجميله ولذيذه، وحطوا جنبها طبق مخلل كده اهو، وافتحوا نفسكم في الصيف ممكن تاكلوها في البلكونه. انا مستنياكم دايما، استنوني في درس جديد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.